طب احنا معانا الساده النقاد الرياضيين الاستاذ علاء عزت وعبد المنعم القسطى وشريف عبد القادر، وبيتكلموا على الاستعانه بالخبير الاجنبي. هنسمع يقولوا ايه ونرجع تاني نكمل. في الحقيقه الاستعانه بخبير تحكيم اجنبي كان ضروره حتميه، ضروره ملحه جدا وتاخرت كتير جدا. يعني المفروض احنا كنا بنتكلم على استخدام خبير اجنبي، ده كان المفروض يحصل في مصر من 10 سنوات او اكثر من 10 سنوات في ظل حاله الانقسام الخطيره اللي حصلت في اسره التحكيم المصري. مش هقول انهيار التحكيم المصري، لكن بتكلم على انقسام في اسره التحكيم المصري. شفنا اللي بيتولى اي رئيس مصري يتولى رئاسه اللجنه كان بيتعرض لحرب بانتقادات عنيفه جدا من داخل اسرته، فبالتالي كان وجود كراتنبرج كان مطلب مهم جدا. كراتنبرج جه في ظروف وكان في بدايه مشواره تعرض لانتقادات حاده، الراجل طبعا اثر السلامه ورحل بعد تعرضه لحمله شعواء كثيره جدا طالت اسرته وطالت حياته الشخصيه، حتى كانت ازمه حادثه على وسائل الاعلام العالميه. جه بيريرا برضه ما فيش اسره تحكيم ما عطوش فرصه، للاسف الشديد اسره التحكيم المصري ما عطتش ومش هتدي فرصه لاي خبير اجنبي انه يعمل في هدوء وفي صمت. هل الـ 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 الخبير التحكيمي تجربته نجحت؟ من وجهه نظري التجربة لم تنجح. التجربة لها شقين، الشق الحالي مع الحكام الحاليين وتطورهم هو لم يحدث بدليل الأخطاء الكارثية في ظل الفار الموجودة حاليا في الدوري، كلنا بنشاهد وبنتابع ونرى صورة ونرى قرار عكس الصورة، فمعنى كده أنه أننا لم أن التجربة لم تنجح مع الحكام الحاليين. الشق الثاني للخبير التحكيم الأجنبي يكون على المدى البعيد، وهو تخريج أجيال من التحكيم في مصر تقدر تقود المسيرة لسنوات. ده ما نقدرش نحكم عليها لأن دي بتحتاج وقت، والوقت مش في صالح التجربة الاحترافية للتحكيم في مصر. من وجهة نظر أنا ستظل الأخطاء التحكيمية جزء من لعبة كرة القدم ونراها في كل الملاعب في العالم، ولكن التجربة أو الحكم على أي تحكيم هو أقل أخطاء ممكنة وفي اللعب وفي الألعاب الصعبة وليس في كل الألعاب التي نلجأ فيها لقانون الفار اللي هو للأسف الشديد احنا بنستخدمه في العاطل والباطل في أي وقت وفي أي صورة برغم وضوح الصورة الممكنة على شاشة التلفزيون. سيظل التحكيم المصري هو الحلقة الأضعف في منظومة الكرة المصرية. تجارب عديدة شهدتها الاتحادات الخليجية والكرة الخليجية باستخدام خبراء أجانب في التحكيم لإدارة ملف التحكيم في هذه الدولة، وكتب لهذه التجارب النجاح في العديد من الدول الخليجية. وحينما فكر اتحاد الكرة المصري باستخدام خبير أجنبي لإدارة التحكيم المصري، للأسف فشلت الفكرة فشلا ذريعا رغم استخدام اسم كبير زي الإنجليزي كلاتنبرج، إلا أنه تعرض لحملة منظمة من حكام سابقين ومن إعلاميين محسوبين على أندية بعينها ومن حكام حتى حاليين في إدارة ملف، مما دفع للرحيل. أيضا بيريرا البرتغالي اللي جه في الشروة البرتغالي اللي كان أولها فييرا ثم فنجادا ثم هو بييرا، فكانت شروة كده بلا هدف وبلا منطق وبلا معنى دون النظر لسي في أو سيرة ذاتية لأي منهم، باستثناء طبعا يعني فنجادة وتاريخه الكبير كان مع بعض الانديه المصريه، الا انه جاي في اخر العمر يسترزق في مصر. هتقول ايه للساده النقاد الرياضيين؟ هلهم طبعا ارائكم يعني كل التقدير والاحترام ليها، لكن هل كل الكلام في محله؟ لا مش مع مش لا يمكن شريف قال لك ان ما نجحتش التجربه عندنا. الى جانب لو انت بصيت للدول الخليجيه الحكام اللي راحت كاس العالم في التسعينات وفي بداية الألفية الثانية ما كانش عندهم خبير أجنبي. مع استخدام الخبراء الأجانب يعني في السعودية النهاردة ما فيش حكام سعوديين. كلها حكام أجانب. فين
عفوا الاستاف اللي هم بيعملوا فين اللي كان اه مفيش مفيش. تعال بقى نيجي لمصر. انت مصر اه انا محتاج اجنبي مفيش مشكله اهلا، انه يجي يضيف لي فكر جديد، برامج جديده، يطلع لي حكام جداد، ترفع المستوى تو ابجريد آه. انها ترفعني آه. لكن إن انا هو مش يجي يعمل حكم يا كابتن مصطفى، الحكم مش هيتعمل، هو جاي يديك تجربته كلها نظريه. لا هو اشتغل الى جانب. طيب النهارده الحكام المصريين اللي طالعين دلوقتي اللي هم شايلين الدوري، مين اللي عملهم؟ اللي راحوا شرفونا في افريقيا، مين اللي عملهم؟ مش الاجانب بس. يبقى اذا النهارده احنا لسنا في احتياج اه ممكن واحد يجي يعمل تؤاد لكي يضيف شيء آه. ولكن ليس لكل شيء لصناعه حكام، لكن مش لكل شيء. طيب آه، انت ليه ما بيسندش ليك رئيس لجنه الحكام؟ انا خلي بالك اتعرضت عليا لجنه الحكام دي اكتر من مره، لقيت مفيش فايده فيها. لا انا رفضتها. ليه؟ لحد ما انا هقول لك، لحد ما قابلتها مره بعد ما اتفقنا والحاجات دي كلها، بصيت لقيتهم غيروا الكلام تاني. مين اللي غير؟ الاتحاد؟ الاتحاد اه في حاجات آه. لا ده مش هتبدا، لقيتهم بعد قمت كان ساعتها حسن فريد نائب رئيس الاتحاد، قلت له حسن خلاص انا كده بالنسبه لي يا كابتن انتهى الامر. وعلى الهوا حتى كنت على التلفزيون مداخله، قلت لهم انا بالنسبه لي يعني لو طلبوا منك دلوقتي توافق؟ لا انا لو طلب مني اقول لهم يا جماعه لازم تجيبوا رموز التحكيم، ولازم يتعمل استراتيجيه من كذا واحد، تبقى دي استراتيجيه التحكيم، يجي اسماعيل يجي ابراهيم يجي يعني محمد. شايف ممكن يعملوها؟ يا ريت. هو ده العلاج. انت شايف بنظرتك بالوضع ده ممكن تتعمل الكلام ده؟ هو ده الى جانب لازم يكون في مستشارين ولجنه للتحكيم للاتحاد، مستشار اثنين عشان يقيم الاداء بتاع اللجنه. انت يمكن قلت في كلامك من شويه لما جه لما توليت المسؤوليه جبت الكابتن عصام وجبت مش عارف مين ومين 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 وبداتوا تعملوا شغل للكلام ده كله، والكلام ده سبب نجاح في المنظومه فتره من الفترات. الحكام الموجوده اللي انت شايف دي صناعه هذه الفتره دي آه؟ بتاعت 2012 آه؟ بعد 2012 ما فيش حاجه اللي هم لان اشتغل بصراحه عصام وجمال وانا اشتغلنا، دي كانت علاقتك وعلاقتكم ببعض كانت كويسه بالنسبه، ولا زالت لحد دلوقتي. خلي بالك انا آه. ما فيش بيني وبين يعني عايز ابص الناس بتستضيف في المال عكره زي انا بيني وبين جمال غندور بين عصام عبد الفتاح مفيش اي مشكله. نعم ممكن نختلف من دي فاول مش فاول الشغل ماشي بس. ما لكن تقدير واحترام مفيش كلام، يعني ده قيمه وده قيمه وانا قيمه مفيش ما يمنع يعني. طيب.